بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بالنسبة لطلاب الصف الثالث الثانوي، إن شاء الله النهاردة exercise on so or and such من كتاب المواصل للمراجعة النهائية، ولكن دايما كلنا مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بالنسبة لنمبر 1، رودينا has this piece long hair that some girls at school are jealous of it. رودينا عندها شعر طويل لدرجة ان البنات في المدرسة jealous of it، يعني بيغيروا منها. So طبعا عندنا long صفة، وعندنا hair اسم، يعني صفة واسم، يبقى such. طيب يا ترى هنختار such ايه ولا such؟ طبعا هنا هنختار such فقط، لان عندنا هير اسم لا يعد. لما يكون عندنا اسم لا يعد او اسم جمع بنختار such، such والادجكتيف مباشرة. لكن such ايه مع الاسم لو الاسم اللي بعد الصفة بيكون مفرد. He is space intelligent، طبعا ده صفة فقط، يبقى عندنا مين؟ عندنا so. ليه؟ لأن عندنا so بيجي وراء الصفة بدون اسم، يبقى he is so intelligent. He is so intelligent. المعاصر is space good book، طبعا هنا صفة واسم، وبوك ده مفرد، يبقى such، such a. I am so space that I can't go on working. I will have to leave the office right now. I am so، طبعا هنا عايزين صفة فقط. I am so tired، يعني أنا مرهق جدا. قلنا so بيجي وراها adjective مباشرة بدون اسم موصوف، لو جه وراها اسم فالاسم هو اللي بيسبق بالإيه أو الآن وليس الصفة. We all have enjoyed such، طبعا هنا such weather، طبعا كلمة الطقس عندنا weather ولا good weather ولا a good weather، ممكن اقول such weather على انه طقس جاي. احنا عارفين ان such ممكن يجي وراها اسم مباشرة، يبقى such weather او such good weather. ليه؟ لان عندنا كلمة weather uncountable noun، يعني اسم لا يعد، يعني مش بنعد ال weather الطقس، فطبعا نشير اليه ب such weather او such good weather، يبقى letter a and p. She drives space slowly، طبعا هنا adverb، يبقى احنا عندنا such خلاص مش هيكون معانا، عندنا so، يبقى so slowly بتسوق ببطء جدا. لكن طبعا عارفين enough و to بيجي معاهم to والمصدر وليس that. He has a space helpful friends، طبعا هنا عندنا اسم يبقى such، ده friends جمع يبقى such فقط. نقولنا such من غير such ايه مع المفرد، لكن such فقط مع الجمع والاسم الذي لا يعد، وانا عندي friends جمع يبقى هنا such. She is carrying space من a box that her hands hands ache، يعني ايديها او يديها بتؤلمها. طبعا هنا اللي بيجي معاها ميني او ماتش ساتش، ميني ماتش بيجي مع ساتش، لكن اليتل وافيو طبعا دول مع سو، يبقى هنا ساتش ميني بوكس، ساتش بيجي معاها ميني او ماتش. My father is a space a hero. He took part in the 1973 war. طبعا والدي بطل، هو شارك في حرب 73. طبعا هنا اللي بيجي وراها اسم مين؟ such، اللي بتتبع بناون such، يبقى such a hero. Mr. Nasser is so popular with the students. They all loved and respect him. طبعا هنا Mr. Nasser is so popular with، يعني popular يعني محبوب من الطلاب، يبقى هنا so، وعندنا adjective so popular with the student that، عارفين اسمها so that أو such that. He is a space coward that he runs away from a cat. He is، طبعا هنا بيصف الشخص، he is so a coward، عندنا اسم فطبعا احنا قلنا الاسم مين؟ such، يبقى he is such a coward، بدل في عندنا noun يبقى such. روكايا works so space، عايزين adjective or adverb. طبعا انا هنا هكون محتاجة adverb، لان انا عندي الفعل الرئيسي works وليس verb to be، فانا عايزة adverb اللي هو so hard. That so hard، ليه so hard؟ لان hard هنا adverb. Don't shout at so little space، he will hit you. طبعا هنا don't shout at so، عارفين ان so ممكن يجي معاها a little او a few،
طب هنا don't shout يعني لا تصيح. don't shout at so little a child. so little a child، عارفين لو so جه معاها اسم فالاسم هو اللي بيسبق بالاي او الان، الاسم المفرد يسبق بالاي او الان، لكن قبلها الكلمه اللي هي سائل والادجكتيف. she was so smart that she ate 6 ساندوتشز، يعني هي جعانه جدا لدرجه ان هي اكلت 6 ساندوتش يعني 6 ساندوتشات. طبعا she was so hungry، hungry فقط كادجكتيف، she was so hungry، لكن هانجر ده النون الاسم، طبعا النون ده بيجي مع such. وطبعا hungry girl طبعا ما تنفعش، لو انا حبيت استخدم hungry معها girl مع so اقول she was so hungry a girl a girl. وطبعا hungry ده ظرف وانا عندي verb to be ما ينفعش معايا هنا ظرف لان احنا عايزين مين adjective. Mr. Ashraf is a spaceman that you can't trust him. طبعا هنا man يبقى ايه such a man such a man ليه؟ لان طبعا هنا man ده اسم والاسم قلنا مع such. Mr. Ashraf is a spaceman that you can't trust him. So is such man such a man. طبعا هنا Mr. Ashraf is such is such the man you that you can't trust him. هنا بتعملي التخصيص that you can't trust that the man that you can't trust يعني ممكن تصدق ايه طبعا هنا تثق فيه، فطبعا هنا such the لان هنا في تخصيص. I have space much homework that I can't go out with my friends. طبعا عندنا ماتش وعين مغمضه كده اللي بتيجي معها ماتش، قلنا ماتش بتيجي مع اللي هي الاكسبريشنز زي such ولا so. طبعا هنا احنا قلنا ماتش وميني so، ماتش وميني so، يبقى انا مجرد ما شفت ماتش او ميني افتكر so. I enjoy his company. I enjoy his company يعني أنا استمتعت بصحبته. He is a space great man. طبعا هنا he is such a great man لأن عندنا كلمة man مفرد وفي نفس الوقت عندنا adjective، يبقى هنا such a great اللي بيجي مع adjective صفة واسم such، وطبعا مفرد يبقى such a وليس such فقط مع الاسم الذي لا يعد والجمع. He was so late a taxi. طبعا he was so late. He was so بيجي معاها that، يبقى that he had to take a taxi. طبعا that بيجي وراها sentence جملة، يبقى that he had to take a taxi. It's this valuable information will help us a lot. طبعا هنا valuable information يعني صفة وموصوف، والاسم الموصوف هنا uncountable now يعني اسم لا يعد، يبقى عندنا مين such. ليه؟ لان such هي اللي بيجي وراها اسم، بيجي وراها اسم وبيجي وراها صفه واسم. She was space few friends that she feels lonely. طبعا احنا قلنا much وlittle much وmany بيجوا مع مين مع so، امال a little وa lot of a little وa lot of وa few بيجي مع such. طيب لو جينا نبص عندنا كده friends اللي هي أصدقاء، she has such a few friends such a few friends. ليه؟ لأن احنا هنا كلمة a few نفسها she has such a few friends that she feels lonely such a few friends. والإكسبريشن عندنا such a few أو such a little أو such a lot. We all admire space polite a girl. a girl يبقى هنا so. ليه؟ لأن عندنا الأدجكتيف وبعدين الناون الاسم، بس الناون هو اللي سبق بإيه أول، فطبعا هتبقى كده so وليس so. woke up محمود you have slept space much. طبعا هنا قلنا much او من ايه so much. سما is such a clever student space first. طبعا such بيجي معها that، يبقى that she comes first لدرجة انها طلعت الاولى. the teacher explained the lesson space we all understood it well.
very easily طبعا very ماجيش هنا so easy طبعا هنا explain ده فعل أساسي يبقى هيجي معاه adverb adverb يعني ظرف يبقى so easily that so easily that لكن ما ينفعش نقول such is لأن such بيجي وراها صفة وموصوف أهو من هنا انتهينا من الجزء الخاص بـ so such وانتظروا إن شاء الله الباقي الأجزاء الخاصة بي عندنا الجرامر في المنهج والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.